الروعة بإيقاع عالي بمستوى عالي بفن بإبداع. مع انتهاء المباراة بدون فائز سنلجأ إلى ركلات الترجيح. ساديو ماني يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس يضع الكرة في المرمى. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. تصدي رائع، حارس في منتهى التركيز يمكنها ببراعة. سددها على يسار حارس المرمى. جول وتقدم بهدفين الآن. كرة ضائعة مرة أخرى. ثم مع الثالث الآن. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. مانشستر يونايتد عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. إذا سجلها يمر فريقه. هذه ربما تكون كرة الفوز، الآن قد يكتب التاريخ. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. مانشستر يونايتد لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ وكرة في القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة. مانشستر يونايتد هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ مانشستر يونايتد لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. اللاعب السادس في ترتيب المسددين للركلات. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. مانشستر يونايتد لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. مانشستر يونايتد عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. مانشستر يونايتد هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية؟ وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. الآن حان وقت الركلة الثامنة واللاعب الثامن يلعبها في الجانب الأيسر. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. مانشستر يونايتد عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. يلعبها في الجانب الأيمن. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. الآن جاء دور اللاعب العاشر. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. مانشستر يونايتد هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ أنهت هذه الركلة المباراة. ركلات الترجيح أمر مهم جدا، أن تكون جاهز ذهنيا نفسيا، عالية على مستوى المعنويات، يكون عندك الثقة. هذه الأشياء